هل يمكن أن تزيد ألعاب الفيديو ذكاءك؟ تمثل ألعاب الفيديو فرصة ممتعة للهروب من الواقع، مع أن بعض الناس يصورونها كثيراً على أنها تبعث على العنف والخمول وتهدر الوقت. اشتد هذا الجدال على مدى سنوات، فهل توجد أي أثار إيجابية؟ هل يمكن أن تزيد ألعاب الفيديو ذكاءك حقاً؟ قبل أن نسبق الأحداث، من المهم التنويه إلى أن الإسراف في أي شيء يأتي بنتائج ضارة، حتى وإن كان هذا الشيء هو البروكلي، فقد يؤدي تناول كميات كبيرة للغاية من البروكلي إلى الإصابة بالتسمم، وحتى الإفراط في شرب الماء قد يسبب التسمم المائي. لذا إذا أسرفت في الأمر وأصبح كل ما تفعله هو ممارسة ألعاب الفيديو، فالمخاطر ستفوق غالباً أي فوائد. لدينا فيديو كامل مخصص لشرح ما يمكن أن يحدث لك إذا توقفت عن الخروج من المنزل والآثار السلبية للجلوس، يوجد رابط هذا الفيديو في الوصف بالأسفل. والآن، وبعد الإشارة إلى ما سبق، أظهرت دراسات عديدة بالفعل زيادات في الوظائف الإدراكية بعد ممارسة ألعاب الفيديو. في إحدى الدراسات، لعب المشاركون في الدراسة لعبة سوبر ماريو 64 لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار شهرين. بعد ذلك أظهر مخ هؤلاء المشاركين زيادة في المادة الرمادية في مناطق متصلة بالذاكرة والتخطيط الاستراتيجي والمهارات الحركية الدقيقة لليدين مقارنة بأولئك الذين لم يمارسوا اللعبة. هذه النتائج مشجعة للغاية من ناحية استخدام ألعاب الفيديو كعلاج للاضطرابات العقلية التي تؤدي إلى انكماش هذه المناطق بالمخ، ما يدعو للدهشة أن ألعاب المغامرة والإثارة يمكن أن تزيد أيضاً من قدرة الأفراد على الانتباه إلى التفاصيل. انظر إلى الكلمات الآتية على الشاشة وانطق بصوت عال لون الكلمة بأسرع ما يمكنك: أخضر، أزرق، برتقالي. الآن حاول نطقها أسرع قليلاً وحدك. يزداد الأمر صعوبة لأنه يوجد تناقض بين الكلمة نفسها ولونها. تتلخص الاحتمالات في أنه إذا كنت تمارس ألعاب المغامرة والإثارة ما بين 5 إلى 10 ساعات إسبوعياً، فستكون قادراً على حل هذه المسائل أسرع كثيراً. هذا لأن أداء مخك يكون أكثر كفاءة في المناطق ذات الصلة بالانتباه. وبالطبع يمكن أن تكون ألعاب الفيديو تعليمية بدرجة هائلة. ومع أنك قد لا تلعب ألعابك المفضلة لهذا الغرض، فهناك الكثير من الألعاب بالتأكيد التي تستخدم كأدوات تعليمية فعالة للصغار والكبار على حد سواء. ويمكن أن تساعد الألعاب الأطفال الذين يعانون صعوبة القراءة على القراءة بصورة أفضل. في دراسة صغيرة انتهى الحال بالأطفال الذين يعانون صعوبة القراءة والذين مارسوا ألعاب الفيديو بانتظام إلى القراءة بصورة أسرع وأدق. وهنا أيضاً ارتبطت ألعاب الفيديو بتحسين مهارات الانتباه. في نفس الوقت وجدت دراسات أخرى أن ألعاب الفيديو تحسن الإبصار، فممارسو ألعاب الفيديو لا يرون التفاصيل الصغيرة مثل الخط الدقيق بصورة أوضح فحسب، بل لا يجدون صعوبة كبيرة في التمييز بين درجات اللون الرمادي أيضاً. حقق اللاعبون المحنكون أداء أفضل بنسبة 58% من حيث إدراك الفروق الدقيقة في تباين الألوان، وهو أمر غاية في الأهمية لأنه من أول الأشياء التي تتلاشى مع التقدم في العمر. حتى لدى كبار السن لوحظ تحسن في الذاكرة والتركيز. والأهم من ذلك، أظهرت ألعاب الفيديو المصممة لتحفيز العقل خاصة أنها تبطئ من شيخوخة المخ بقدر يصل إلى 7 سنوات، وهذا لأنها معقدة من الناحية الإدراكية وتحتاج إلى طاقة ذهنية. أتظن أنك قادر على تتبع ما يظهر أمام عينيك؟ تتبع بعينيك الدائرة الزرقاء هنا. في النهاية ستتحول إلى اللون الأصفر مثل الدوائر الأخرى. سأشير بعدها إلى إحدى الدوائر وستخبرني هل هي زرقاء في الأصل؟ إذا علمت أن هذه الكرة لم تكن زرقاء فأنت شخص ماهر، لكن دعنا نصعب الأمور. سيساعدك التحديق في منتصف الشاشة في تتبع الدوائر الزرقاء. هل كانت هذه الدائرة زرقاء في الأصل؟ إذا قلت لا فأنت على صواب. لنكرر الأمر لكن مع 5 دوائر زرقاء. هل كانت هذه الدائرة زرقاء في الأصل؟ نعم كانت زرقاء.
اتضح أن الشخص العادي يستطيع تتبع 3 أشياء أو 4، في حين أن ممارس ألعاب المغامرة والإثارة يستطيع تتبع 6 أشياء أو 7 تقريباً. وأخيراً، مع استمرار ما تحدثه التكنولوجيا من تغيرات في مجال الطب، تجرى عمليات جراحية عن طريق إدخال كاميرات وأدوات يتم التحكم فيها عن بعد. وهذه العمليات الجراحية تحمل أوجه تشابه واضحة للغاية مع ألعاب الفيديو، مع وجود شاشة وجهاز للتحكم. ولن تشعر بالدهشة إذا عرفت أن الأطباء صغار السن ممن لديهم خلفية سابقة في ألعاب الفيديو ارتكبوا أخطاءً أقل وحققوا إنجازاً أسرع من الأطباء الذين ليست لديهم تلك الخلفية. لا شك أن جميع هذه المهارات تعد نافعة إذا استخدمتها، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحدث إذا كنت لا تفعل شيئاً سوى ممارسة ألعاب الفيديو. لذا استمتع بوقت فراغك، ونعم ببعض الاسترخاء مع ألعاب الفيديو المفضلة لديك دون إسراف، لكن اخرج إلى العالم واهتم بتنويع نمط حياتك أيضاً، لأن هذه هي الطريقة التي ستحقق بها الفوز في لعبة الحياة.